النهارده هنشرح كنافه 2 يوني، شخصيه من الشخصيات الاساسين بيلعب ميد وممكن توب ويقدر يشيل جيم كامل لوحده. وافرح يا اللي بتلعب بيرسو. الباسيف بتاعتك الاوتو اتاك بتاعك بتضرب بسيفين، سيف عادي وسيف اسكان. السيف العادي بيعمل 50% بيزك دامج زياده، اما اسكانه بتعمل 50% ماجيك دامج. اما الجزء الثاني هو نفس باسيف ياسو، اي ضربه كريتيكال طالعه منك هتتدبل في 2، ولو جبت الايتم دي هتاخد 22.5% دامج زياده. الكيو بتاعتك نفس كيو ياسو، ضربه بتعمل من 20 ل 120 زائد 100% دامج اساسي، وبتتحول لضربه بيزك دامج. ولو جمعت 2 ستاك هيبقى ليك نفس اعصار ياسو لمده 6 ثواني، بس ياسو كان بيحذفه من بعيد لبعيد. انت هتروح مع الاعصار وهترفع كل اللي هتلبس فيهم ثانيه الا ربع. خلي بالك انك لو خدت ستان وانت بتضرب الاعصار الكيو هتتكنسل، بس هتجيلك تاني. الدبليو بتاعتك عباره عن ضربه من 10-50 زائد 11-15% من الاتش بي بتاع الاعداء اللي لبسوا في الضرب، والدامج بيتضرب بيزك وماجيك مع بعض. الدامج اللي بيجي على المينيونز هو من 40-410 ده على حسب الليفل بتاعك، وبتاخد من 40-60 على حسب الليفل بتاعك زائد 60% دامج اساسي، وبيتحول لشيلد لمده ثانيه ونص. ولو لبستها في عدو هتاخد شيلد من 100-200% على حسب كام عدو انت ضربته. الاي بتاعتك عباره عن روح بتطلع منك وجسمك الحقيقي ثابت ما بيتحركش وما بيتضربش. الروح بتفضل موجوده لمده 5 ثواني، وبتاخد من 10-30% موف سبيد، والدامج بتاعك بيزيد من 25-35% بيزك او ماجيك دامج على حسب العدو اللي خد الضربه، وتقدر ترجع لجسمك تاني بعد نص ثانيه من بدايه الاي. الالت بتاعتك ضربه بتعمل من 200-600 زائد 80% دامج اساسي، وكل اللي هتلبس فيهم هياخدوا ستان وهترفع لفوق وقت الضربه بس.